صوت المرأة ثورة. هكذا قالت المرأة اليمنية في 11 من فبراير حين وقفت جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في ثورة انتقلها شعب بأكمله من أجل إسقاط نظام قام على الفساد والاستبداد والقمع والتجهيل طيلة 3 عقود. طوفان من النساء اجتاح شوارع المدن اليمنية جارفا في طريقه كل سنين الإقصاء والتهميش. طوفان هز عرش الطاغية فلم يكن أمامه إلا أن صرخ ممتعضا: أنقرن في بيوتكن. إلى منع الاختلاط، إلى منع الاختلاط. فجاءه الرد حاسما أن صوت المرأة ثورة وأن سماع الطغاة عورة. ثائرات وصحابيات أيضا، كنا ثائرات في ساحات المعارك أيضا والغزوات الإسلامية، والمرأة لها دور. ماذا يريد؟ يريد منا أن نتحول إلى دجاجات في البيوت فقط لأننا وقفنا ضده وقلنا لا للطغيان. دور المرأة الثائرة في فبراير تجاوز الدور التقليدي المحصور بين التطبيب وتقديم الطعام والشراب إلى الحضور البارز والمشاركة في المسيرات وإقامة ندوات توعوية واجتياح المشهد السياسي أيضا. لم يكن نصيب المرأة أفضل من الرجل، فقد تعرضت النساء في المظاهرات الاحتجاجية لإطلاق الرصاص الحي الذي أرداهن ما بين شهيدات وجريحات. ففي جمعة لا حصانة للقتلة سقطت في مدينة تعز 3 شهيدات وعدد من الجريحات. المرأة اليمنية المتعلمة والمثقفة لم تكن أقل كفاحا ونضالا من الرجل، فقد كشفت ثورة فبراير عن وجوه مشرفة سيسجلها التاريخ في أبرز صفحاته. توكل كرمان التي أصغت إلى صوت في داخلها: أن أذني في الناس بالثورة يأتوك من كل فج عميق. أذنت فلبى شعب بأكمله لتكون بذلك أنموذجا للمرأة وكفاحها، وبذلك شهد لها العالم فتوجها بجائزة نوبل للسلام نتيجة كفاحها في مجال حقوق المرأة ومحاربة الفساد. لم يكن من الممكن أن ترى قبل فبراير هذا العدد الهائل من النساء وهن يشاركن الرجال في المسيرات الاحتجاجية والندوات الثقافية والسياسية في بلد قبلي مسلح عرف عنه التحفظ بكل ما يخص المرأة، ناهيك عن أنه بلد تصل فيه نسبة الأمية لدى الإناث إلى 70%، أي ضعف نسبة الأمية لدى الذكور. لكنه فبراير جسر عبرته المرأة من منطقة التغييب واللاحضور إلى منطقة الوجود والحضور.